ياريت كل الناس متفقين بين بعض، لكن للأسف الواقع مختلف. صحيح أنه من الممكن يصير في سوء تفاهم بأي مكان حتى بنفس العائلة، ولكن لما بصير في سوء تفاهم بين الشعوب تكتر المشاكل، ولما منحدد شو هو سوء التفاهم منكون حلينا قسمة من المشكلة. شو هو سوء التفاهم الأكبر بين الولايات المتحدة والعالم العربي؟ هم عاداتهم غير عاداتنا، تقاليدهم غير تقاليدنا. سيطرة من جانب أمريكا. سوء التفاهم اللي هو عدم فهم مش أكتر. والله سوء التفاهم اللي عملته الميديا والحكومات مش أكتر ولا. لا هو مش سوء تفاهم، هو فرق، يعني ممكن فرق يعني ثقافي. ما في سوء تفاهم، احنا بس ما عم نشغل مع راسنا. وانتو شو هو برايكم سوء التفاهم الاكبر بين الولايات المتحده الامريكيه والعالم العربي؟